الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا على نعمه، ونشكره على فضله، ونسأله المزيد من خيره وبره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع من لقاءاتنا في قراءة سورة الإسراء، نواصل به التوجيهات الإلهية التي تضمنت عدداً من الأوامر والنواهي، مما تصلح به أحوال الخلق وتستقيم به أمورهم. ولعلنا نقرأ عدداً من الآيات، لعل الله جل وعلا أن ييسر لنا فهمها ومعرفة معانيها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ذكر الله جل وعلا في هذه الآيات عددا من الأحكام المتعلقة بالمؤمن أمرا ونهيا، من أجل أن يكون ذلك من أسباب استقرار الحياة
وسعادة الخلق، فأول ذلك ما سبق من الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وثانيها ما أمر الله به من بر الوالدين والنهي عن عقوقهما، وثالثها ما يتعلق بإيتاء القرابة واليتامى والمساكين. ثم بعد ذلك ذكر الله جل وعلا عددا من الأحكام المتعلقة بالمسلم ليقوم بشرع الله ودينه، فقال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة، ينهى الله جل وعلا عن البخل وعدم الإنفاق النفقة الواجبة التي تصلح بها حياة الناس، ومثل البخل بالحبس والسجن، فكأن ذلك البخيل قد سجن يده عما يعود عليه بالنفع. ولذا قال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، والغل هو القيد الذي يقيد به الشخص. وكما نهى عن البخل نهى عن الإسراف والتبذير، ولذا قال: ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، أي أن حال الإنسان عند الإسراف يجعله لا يتمكن من النفقة بعد ذلك، فهذا استعمال للفظ القعود بعد أن أتى بلفظ القيام فيما تقدم. فقال ملوما أن يتوجه إليه اللوم بسبب إسرافه في النفقات، محسورا أن يتأسف ويتحسر على النفقات السابقة عندما ينتهي ما لديه من مال. ثم أرشد الله جل وعلا العباد إلى أن يتوجهوا إلى ربهم في طلب الأرزاق، فإن الرزق بيد الله جل وعلا، ولذا قال: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء، أي يجعله واسعا ومتتابعا، وكذلك يجعله قليلا بالنسبة لبعض عباده لحكم يراها جل وعلا، وهو سبحانه الخبير العالم بخفايا الأمور وصغائرها، البصير المطلع على حقائق الأشياء، فهو يعطي لحكمة ويمنع لحكمة سبحانه وتعالى. ثم وجه الله جل وعلا إلى أمر يحصل به حقن الدماء، وذلك في مرتين: أولهما في نهي الإنسان عن قتل ولده، وثانيهما في نهيه عن قتل غيره. أما الأول فإن الناس بسبب خشيتهم من الفقر قد يقتلون أبناءهم ولا يحيونهم، فنهى الله جل وعلا عن ذلك، وكان ذلك موجودا عند أهل الجاهلية، ولا يزال الناس إلى يومهم هذا يتعاطون شيئا منه، فما الإجهاض وما قتل الأجنة إلا نوع من قتل الأولاد الذي نهي عنه في هذه الآيات. وقوله خشية إملاق، أي إذا كنتم تخافون من أن يصيبكم الفقر بسبب هؤلاء الأولاد، فاعلموا أن الرزق بيد رب العزة والجلال، وأنه هو الرزاق سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية قال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، لأن الخشية متعلقة بأمر المستقبل، ولذا قال: نحن نرزقهم، فقدم رزق الأولاد ثم ذكر رزق آبائهم فقال: وإياكم. وفي سورة الأنعام قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق،
أي حال كونكم فقراء نحن نرزقكم وإياهم، فقدم رزقكم على رزقهم، فكان لكل واحدة من الآيتين مناسبتها التي جعلت الضمائر تتناسب مع السياق الذي أوردت الآية من أجله. ثم قال تعالى: إن قتلهم، أي قتل هؤلاء الأولاد وإزهاق الروح لديهم، كان خطأً كبيراً، أي ذنباً عظيماً وإثماً متتابعاً. ثم قال تعالى: ولا تقربوا الزنا، والزنا الوطء الحرام، وقد نهى الله عن قربانه بأن ينهى عن كل فعل قد يوصل إليه، فقال: ولم يقل لا تزنوا، وإنما قال لا تقربوا الزنا، فكل سبيل قد يوصل إلى ذلك فإنه داخل في النهي الوارد في هذه الآية، من الخلوة كالخلوة بالأجنبية والاختلاط ونحوها من الأمور التي تقرب إلى فعل الفاحشة. ومن ذلك إظهار الزينة للنساء في مجامع الرجال، ومن ذلك الحديث الذي قد يوصل إلى هذا الأمر. ثم قال تعالى: إنه كان فاحشة، أي الزنا عظيمة من عظائم الذنوب، وساء سبيلا، أي أن العاقبة التي يورثها الزنا عاقبة سيئة، ويكون لها آثار غير محمودة. فمن آثار الزنا القطيعة التي تكون بين الناس، ومن آثار الزنا وجود أبناء الزنا الذين لا يجدون من يقوم بهم، ومن آثار الزنا أيضا أن يكون هناك فقر، فمن أسباب الفقر وجود الزنا، إلى غير ذلك من الآثار السيئة للزنا. ثم نهى الله جل وعلا عن قتل النفس، فقال: ولا تقتلوا النفس، وكلمة النفس هنا عامة، ثم وصفها بقوله التي حرم الله، فتشمل نفس المؤمن كما تشمل أيضا نفس الذمي والمعاهد، فكل منهم لا يجوز قتله. والقتل يراد به إزهاق الروح ونقل الإنسان من الحياة إلى الموت، وقوله إلا بالحق، أي في صور معينة أجاز الله جل وعلا القتل فيها، كالقتل في القصاص، ولذا قال بعدها: ومن قتل مظلوما، أي لو قدر أن هناك شخص قد قتل ظلما عدوانا عمدا، فحينئذ يشرع القصاص، والقصاص يكون لأولياء الدم. فقال: فقد جعلنا لوليه سلطانا، أي سلطان القصاص. وقد اختلف العلماء في من هو الولي، فقال الجمهور: المراد بالولي هنا ورثة المقتول. وقال الإمام مالك: المراد به عصبة المقتول. ما الفرق بين القولين؟ على القول الأول، فإن النساء لهن مدخل في ملك القصاص، وبالتالي لو عفت امرأة فإنه يقبل عفوها، ويكون ذلك من أسباب درء القصاص. وأما من فسر قوله لوليه بأن المراد العصبة، فإنه لا يدخل هنا إلا قرابته من الرجال فقط، وبالتالي لو عفت امرأة من قرابته لم يكن ذلك من أسباب درء القصاص. وقوله: فلا يسرف في القتل، أي لا يستعمل القتل على جهة يسرف بها ويبالغ فيها
فوق حد المشروع. وجمهور أهل العلم على أن المراد بذلك نهي أولياء الدم عن أن يتجاوزوا في القصاص الحد المشروع، فقد كان في الجاهلية بعض القبائل يعتدون بأنفسهم، فإذا قتل منهم واحد قتلوا أربعة بقتيلهم من قرابة القاتل، وفي مرات قد يعتدون على أي واحد من قرابة القاتل، فنهي عن ذلك. وبين أن هذا من أنواع الاعتداء ومن المآثم والمحارم. ومن هنا فإنه إذا حصلت جناية من شخص فلا يجوز أن يؤاخذ بها غيره، وإلحاق الأذى أو العقوبة بغير الجاني أمر محرم ونوع من أنواع الإسراف في الاعتداء. ثم قال: إنه، يعني إن ولي الدم كان منصورا، أي نصره الله جل وعلا بأن جعل له مشروعية القصاص، إن شاء قتل القاتل وإن شاء عفا عنه. ثم قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم، حذر من أن ينال إنسان أي شيء مما يملكه اليتيم. واليتيم من فقد أباه ولم يجد من يقوم بشأنه، فاليتيم من فقد أباه، فإن من فقد أباه يتجرأ عليه بعض الناس ويتسلطون على ماله، ولذا نهى الله جل وعلا عن أموال اليتامى. والمال يصدق على كل ما له قيمة ويمكن أن يستعاض عنه بالثمن، فيشمل النقود ويشمل العقار ويشمل الثياب ويشمل الطعام، فالجميع يقال عنه مال. وقوله هنا لا تقربوا لم يكتفي بالنهي عن أكل مال اليتيم، بل نهى عن قربانه، بحيث يشمل ذلك الاجتهادات التي قد تؤدي إلى إتلاف مال اليتيم، فلا يجعل مال اليتيم إلا في سبيل يعود عليه بالنفع والربح بطريق مأمون موثوق فيه لا يتطرق إليه شك. قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فاستعمل لفظة صيغة المبالغة أحسن بأن يختار لمال اليتيم أفضل طرائق التجارة. قال: حتى يبلغ أشده، يعني يستمر هذا الحكم بحيث يكون للولي حق في التصرف في ماله بالتي هي أحسن، فإذا بلغ لم يعد للولي أي حق في التصرف في ماله ولو كان ذلك التصرف بالتي هي أحسن. ثم أمر الله بالوفاء بالعهود، ويشمل في ذلك عقود البيع وعقود الشراء، ويشمل في ذلك العهود التي يعقدها الإنسان على نفسه. والوفاء بالعهد بالقيام بما ألزم الإنسان به نفسه، سواء كان ذلك على جهة التعاقد بينه وبين غيره، أو كان ذلك على جهة الانفراد كما لو نذر لله عز وجل نذرا. ثم قال: إن العهد كان مسؤولا، أي سيسأل العبد على العهود التي عقدها، هل وفى بها وأداها أو لم يفعل ذلك. ثم قال: وأوفوا الكيل، في هذا أمر بالعدل وأمر بإعطاء الحقوق لأصحابها، ومن هنا يجب على الإنسان في البيع أن يعطي السلع على كمالها لمن عقد عليها. فقال: أوفوا الكيل، أي أعطوا سلعكم بكيلها ووزنها تامة بدون أن يكون هناك نقص. والأصل في الكيل أن يكون على وفق الحجم، أما الوزن
فيكون على وفق الثقل، ولذا هناك وحدات للكيل من مثل اللتر ومن مثل الصاع ومن مثل المد، وهناك مكاييل على الوزن من مثل الرطل ومن مثل الكيلو ومن مثل الجرام، فهذه للوزن. فقد أمر الله بأداء هذين الصنفين على الوجه الذي تم التعاقد عليه عدلا وإيصالا للحقوق لأهلها، فقال: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. ثم قال: ذلك خير، أي العدل في التعامل وإيصال الحقوق لأصحابها، يحصل به الخير للناس قاطبة، حتى ذلك الذي يريد أن ينقص المكاييل أو أن يأخذ من الموازين، فالعدل أفضل له وخير له وعاقبته له أحسن، فإنه متى تجرأ الناس على نقص المكاييل عادت على الجميع بالنقص. ولذا قال عن الوفاء في الكيل والوزن: ذلك خير وأحسن تأويلا. التأويل يراد به العاقبة التي يؤول إليها الحال، فعندما يكون هناك عدل فإنه سيكون ذلك على أحسن العواقب. واستعمل لفظة أحسن، وهي من صيغ المبالغة، ليبين أن ذلك أفضل ما يمكن أن يكون للناس. ثم نهى رب العزة والجلال عن اتباع ما لا علم للإنسان به، فلا يسير الإنسان ولا يتبع إلا ما كان مطلعا على حقيقته. ولذا قال: ولا تقف، أي لا تتبع ولا تسر على مقتضى ما ليس لك به علم، أي لا تطلع على صدقه ومعرفة أنه موافق للحق. ثم بين العلة في هذا فقال: إن السمع والبصر والفؤاد، فالسمع الذي تدرك به المسموعات، والبصر الذي تدرك به المرئيات، والفؤاد الذي هو القلب الذي تدرك به الإحساسات، كلها سيسأل العبد عنها يوم القيامة. ولذا قال: كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن هنا على الإنسان أن يحذر من أن يتكلم بكلمة وهو لا يتحقق منها ولا يتأكد من صدقها. ثم نهى الله جل وعلا عن الفخر والخيلاء، فقال: ولا تمشي في الأرض مرحا، أي لا يكن من شأنك أن تمرح مرحا تكون به من أهل الفخر والخيلاء والترفع والتكبر على الخلق. ثم بين أن العبد له قدرات لن يتجاوزها، وتكبره على الناس لن يزيد في قدرته ولن يمكنه من شيء لم يكن يتمكن منه. ولذا قال: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، أي مهما كان عندك من التكبر ورؤية أن نفسك قوية ثقيلة، فإن ذلك لن يمكنك من خرق الأرض. وإذا رأيت أن نفسك أرفع من الخلق فذلك لن يمكنك من أن تطير حتى تكون على رؤوس الجبال بمجرد تكبرك. ثم قال تعالى: كل ذلك، أي هذه الأفعال المنهي عنها السابقة، كان سيئه عند ربك مكروها، أي هي مما يسوء العبد عند لقائه لرب العزة والجلال، والله تعالى يكرهها ولا يحب من العباد أن يفعلوها، فهي أفعال مرذولة مبغوضة
غير محبوبة عند الله تعالى. ثم قال تعالى: ذلك، أي هذه الآيات وهذه الأحكام، مما أوحى إليك ربك من الحكمة، فهي وحي من عند الله جل وعلا تنزل بها الملك، وهي من رب السماوات والأرضين، ذلكم الإله الذي لا زالت نعمه عليك تترى، ومن نعمه أن أرشده على ما تصلح به أحوالك. ثم جعل وبين أن هذه التوجيهات من الحكمة، والمراد بالحكمة وضع الأمور فيما يناسبها، فإن الالتزام بهذه التوجيهات يكون من العقل ومن الحكمة ومن النظر فيما تؤول إليه التصرفات. ولذا قال: ولا تجعل مع الله إلها آخر، أي لا يكن من شأنك أن تتوجه بالعبادة إلى أحد سوى الله جل وعلا، فإن الشرك محبط للأعمال مبطل لثوابها، ومن كان من أهل الشرك كان من أهل نار جهنم. ولذا قال: فتلقى، أي إذا جعلت مع الله معبودا آخر فإنك ستلقى في جهنم، النار العظيمة، ملوما مدحورا، أي يتوجه إليك اللوم، وتكون في نفس الوقت خاسرا، قد فاتك النجاح والفوز في ذلكم اليوم العظيم. فهذه آيات عظيمة قد اشتملت على معان كبيرة وأحكام كثيرة. فأول هذه الأحكام ذم البخل، وبيان أنه بمثابة الحبس الذي يحبس الإنسان به، وفيه دلالة على أن البخيل يضر بنفسه ويلحق الأذى بها، وذلك أنه لا يقوم بالنفقة على نفسه فيكون مضرا بها، ولا يقوم بالنفقة على من حوله ممن أوجب الله عليه النفقة، وبالتالي يكون من أسباب قطيعة الرحم وقطع التواصل بين العباد. وفي هذه الآيات النهي عن الإسراف والتبذير في النفقات، وأنه على الإنسان أن يقتصد في النفقة بحيث لا يعطي من النفقة إلا ما يتناسب معها. فإن قال قائل بأنه قد ورد عن أمير المؤمنين الصحابي الجليل أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه تصدق بجميع ماله، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ فقال: الله ورسوله. فهذا الحديث فيه نفقة أبي بكر في سبل الخير بجميع ما لديه من المال، وذلك أن من كان عنده من اليقين ومن الإيمان بالله عز وجل وصدق التوكل عليه فإنه لا بأس أن يفعل مثل ذلك، فإن صدق التوكل على الله من أسباب إدرار الأرزاق. ولذا قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقد جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، أي تذهب في أول النهار بطونها خاوية ليس فيها شيء، وتعود آخره وقد امتلأت بطونها مما رزقها الله جل وعلا. وفي هذه الآيات أن الإنسان ينبغي به أن يراعي من حوله
ولذا قال فتقعد ملوما، أي أن من حولك يتألمون بسبب حالك وما كنت عليه من الفقر والإعدام بسبب نفقتك الزائدة. وفي هذه الآيات أن من كان يتأسف بسبب فعل من الأفعال فلا ينبغي به أن يفعله، فمن كان يملك شيئا وهو عزيز عليه فلا يحسن أن يقوم بإخراجه من ملكه لئلا يتحسر على ذلك، إلا إذا علم أن نفسه تهنأ بهذا التصرف. وفي هذه الآيات التذكير بأن الأرزاق بيد الله جل وعلا، فهو سبحانه يعطي الأرزاق من يشاء ويمنعها عمن يشاء، والله جل وعلا يبارك في رزق بعض العباد، والبركة في الأرزاق لها أسباب متعددة لعلي أشير إلى شيء منها. فمن أسباب البركة في الرزق النفقة في سبل الخير والنفقة على النفس كما بعدل وعدم إسراف، كما قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وقال تعالى يربي الصدقات. وقد جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال يا ابن آدم أنفق عليك، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء لا توكي فيوكي الله عليك، وقال صلى الله عليه وسلم ما من صباح إلا وينادي فيه ملكان يقول أحدهما اللهم أعطي ممسكا تلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي منفقا خلفا. والمشاهد لأحوال الناس يجد ذلك جليا واضحا، فإن الله يخلف على أولئك الذين ينفقون. ومن أسباب البركة الصدق في المقال والوعود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وغشا محقت بركة بيعهما. ومن أسباب البركة في الأرزاق اجتناب الإنسان للربا، فإن الربا سبب من أسباب محق البركة كما قال تعالى يمحق الله الربا. ومن أسباب البركة في الأرزاق أن يكون المرء سمح التعامل مع الخلق، فقد قال صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. ومن الرحمة أن تدر الأرزاق على العبد. ومن أسباب البركة في الأرزاق الصدق في المقال وفي العهود والمواثيق، ومن أسباب البركة في ذلك أيضا أن يكون الإنسان واضحا في تعامله لا غش لديه، فمن غشنا فليس منا. ومن أسباب البركة في الأرزاق أيضا أن يتمنى الإنسان الخير للآخرين وأن يدعو به لهم، فإن من دعا لإخوانه بظهر الغيب وكل الله له ملكا يقول آمين ولك بمثل. ومن أسباب البركة في الأرزاق ثقة الإنسان بالله جل وعلا وابتغاؤه الرزق لديه كما قال فابتغوا عند الله الرزق. ومن أسباب محق بركة الأرزاق أن يكون الشخص حسودا حقودا يتمنى للآخرين زوال ما هم فيه من النعم، كما قال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا
وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. ومن أسباب البركة في الأرزاق أيضا أن يكون الإنسان واثقا بما عند الله جل وعلا، ومن أسبابه أيضا أن يكون المرء من أهل التقوى، كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن أسباب البركة في الأرزاق أن يكون المرء محافظا على صلواته، مؤديا لها في المساجد، قائما بأمر أهله وأولاده بالصلاة، فقد قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ومن أسباب البركة في الأرزاق أن يكون المرء عابدا لله جل وعلا، وقد قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومن أسباب الرزق أيضا أن يكون الإنسان قائما على الضعفاء والمساكين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. ومما نهى الله جل وعلا في هذه الآيات أنها عن قتل الأولاد، والولد يشمل الذكر والأنثى، مما يدل على أن مثل هذا الفعل سيوجد في الناس، ولا زلنا نجد الناس يعتدون على أولادهم سواء بعد ولادتهم أو حال كونهم أجنة في بطون أمهاتهم. وفي هذه الآيات توجيه العباد إلى حسن الرجاء في الله سبحانه وتعالى وانتظار الفرج منه جل وعلا. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وقد أخبر الله جل وعلا عن المنافقين والكافرين بقوله: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم. وفي هذه الآيات بيان شدة إثم أولئك الذين يجرؤون في قتل أولادهم. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أعظم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن تجعل مع الله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. وفي هذه الآيات النهي عن الوسائل الموصلة إلى الزنا والفواحش، فكل عمل يمكن أن يصل الإنسان به إلى هذه الفاحشة فإنه ينهى عنه. وفي هذا دلالة على عظم إثم الزنا، حيث لم يقتصر في النهي عن فعله حتى نهي عن الوسائل الموصلة إليه. وفي هذه الآيات بيان أن الزنا من أسباب حصول العواقب السيئة، بحيث يكون له أثر في انتشار الفقر وانتشار الفرقة والتقاطع والعقوق.
وفي هذه الآيات النهي عن قتل النفس التي حرم الله، سواء كانت نفسا مؤمنة أو كانت تلك النفس من نفوس المعاهدين أو أهل الذمة، فإنه لا يجوز لإنسان أن يعتدي على معصوم الدم. وسفك الدم الحرام من عظائم الذنوب، وقد قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقد جاءت النصوص ببيان أن قتل النفس من عظائم الذنوب ومن كبائرها. وقول وفي هذه الآية أنه يجوز سفك الدم في أحوال خاصة متى كان ذلك بالحق. وقوله إلا بالحق ورد في هذه الآية مجملة، لم يوضح المراد به، وقد جاءت السنة بتوضيح المراد بكلمة بالحق، مما يدلك على حجية السنة وحاجة تفسير الكتاب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومما ورد في ذلك أن النفس يحل قتلها بالقصاص وبالزنا وبمفارقة الجماعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاثة، ثم ذكر هذه الأحوال الثلاثة. وفي هذه الآيات مشروعية القصاص، وأنه يحق لأولياء الدم أن يقتلوا القاتل، ولكن لا يقتلوه إلا بحكم قضائي يقضى فيه من قبل قضاة أهل الإسلام. فإنه لو فتح هذا الباب، باب الثأر، لأدى إلى أن يقتل الناس بعضهم بعضا بمجرد الشبهة أو الشك. ولذا لا بد من رجوع إلى أصحاب الولاية في ذلك. وفي هذه الآيات النهي عن مجاوزة الحد المشروع في باب القصاص، فلا يقتل غير الجاني، ولا يقتل بالواحد إلا من قام بقتله. وفي هذه الآيات النهي عن أن يتجاوز حد القتل بحيث يقتل القاتل بآلة مغايرة للآلة التي قتل بها. فإن العلماء انقسموا في الآلة التي يقتل بها القاتل، فقال طائفة: يقتل القاتل بمثل الآلة التي قتل بها. وقال آخرون: لا يقتل إلا بالسيف فقط. ومن ثم إذا قتل قاتل بآلة فإما أن يقتل بالسيف أو بمثل تلك الآلة التي قتل بها، ولا يحق أن يقتل بآلة أخرى غير هاتين الآلتين. وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا يناصر أولياء الدم ويمكنهم من أن تكون الغلبة لهم. وفي هذه الآيات إرشاد إلى العفو والتجاوز عن القاتل بما يكون سببا من أسباب رفعة شأن أولياء الدم، فإن الله جل وعلا يرفع درجة من عفا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وقد قال تعالى: ومن تصدق به فهو كفارة له. وفي هذه الآيات التحذير من الاعتداء على أموال اليتامى، بل فيه نهي عن أخذ أموالهم بمجرد الظن وبمجرد ما يكون في النفس من ظنون. وفي هذه الآيات وجوب احترام أموال اليتامى
وعدم جعلها في تجارات يخشى من خسارتها وتلفها، وأن ولي اليتيم لا يجعل مال اليتيم إلا في أحسن الطرائق وأفضل الوسائل. وفي هذه الآيات بيان أن ولاية ولي اليتيم تنتهي ببلوغ اليتيم سن البلوغ، متى كان راشداً في التصرف. وفي هذه الآيات الأمر بالوفاء بالعقود والعهود والقيام بها على أكمل الوجوه، وتحذير العبد من أنه سيسأل عن أي تفريط سيكون في أي عقد يعقده، وهذا يشمل عقود النكاح ويشمل عقود البيع والشراء ويشمل عقود الإجارة بأنواعها، ويشمل أيضا العقود التي يعقدها الإنسان على نفسه، ومنها النذر والوصية. فالواجب الوفاء بهذه الأمور جميعا. ومن أنواع العهد الولايات التي يعطاها بعض الناس من قبل صاحب الولاية، فسواء كانت قضاء أو ولاية إدارية أو تنفيذية، فإنه يجب الوفاء بأعمال تلك الولاية وعدم التفريط فيها. وقد أخبر الله جل وعلا أن العبد سيسأل عن هذه العهود والعقود التي تكون عنده. وفي هذه الآيات وجوب العدل ووجوب إعطاء الحقوق لأصحابها، وتحريم التطفيف في المكاييل والموازين، ووجوب تسليم السلع كاملة وافية إلى أصحابها ممن اشتراها، وتحريم البخس في المكاييل والموازين. وفي هذه الآيات أن الوفاء بالكيل والميزان من أسباب صلاح أحوال الناس التجارية والمالية والاقتصادية، وأن عاقبة ذلك حسنة، فإنه ولو ترتب على ترك الغش شيء من النقص القليل، إلا أن العاقبة الحميدة والبركة في الأرزاق ستعود على صاحبها بالعواقب الحميدة. وفي هذه الآيات تحذير الإنسان من اتباع ما لا علم له عنده فيه، فلا يسير الإنسان إلا على أمر فيه عنده علم منه، سواء كان ذلك في المسائل الشرعية الدينية والأحكام التي تنسب إلى الله جل وعلا، أو كان ذلك فيما يتعلق بحقوق الخلق مما فيه شهادة على حقوقهم، أو كان من الأخبار التي يرتب الناس عليها أعمالا، فإنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم بخبر لم يتحقق منه. ومن هنا حرم على الإنسان أن يطلق الشائعات أو أن يقوم بنشرها قبل أن يتأكد من صحتها. وفي هذه الآيات أن العبد يوم القيامة سيسأل عن كل عمل أداه بأي جارحة من جوارحه، فتسأل الجوارح عن أعمال الإنسان حتى يكون شاهده من قبل نفسه. وفي هذه الآيات تحريم الفخر والكبرياء والترفع على الخلق، وبيان أن ذلك مما يكون سببا من أسباب نقصان درجة العبد. وفي هذه الآيات النهي عن أن يمشي الإنسان مشية المتبختر في المشية أو المتغطرس فيها. وفي هذه الآيات مشروعية تعليل ما يصدر من الأحكام ببيان المعنى الذي من أجله
صدر ذلك الحكم. فإن الله جل وعلا وهو الإله المعبود وهو الخالق المنعم وهو الرزاق ذو القوة المتين وهو الذي يحاسب العباد على أعمالهم لما نهى عن بعض المنهيات فجعل لها عللاً ترتبط بها من أجل أن يكون ذلك أدعى لامتثالها ومن أجل أن تعرف حكمة الله في هذه الأحكام. وفي هذه الآيات بيان أن مخالفة الشرع له آثار سيئة على العباد تسوءهم في حياتهم وتسوء وجوههم ويكون أمرهم أمراً مكروهاً. وفي هذه الآيات بيان أن هذه التوجيهات وحي من عند الله جل وعلا، فعلى العبد وجوب التسليم لها ويحرم عليه عدم قبولها أو عدم امتثالها. وفي هذه الآيات بيان أن الحكمة من الأمور المطلوبة، وقد قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء من عباده ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. المراد بالحكمة وضع الأمور فيما يناسبها مع مراعاة عواقب الأحوال والأقوال والأفعال. وفي هذه الآيات التأكيد على النهي عن الشرك وبيان سوء عاقبته في الدنيا والآخرة. والشرك يشمل كل عبادة مصروفة لغير الله سبحانه وتعالى، فكل عبادة يجب أن تكون لله وحده ولا يجوز أن تصرف لأحد سواه. ومن هنا فعبادة الدعاء يجب أن تكون لله وحده، وعبادة السجود لا يجوز صرفها لأحد سواه، وعبادة الركوع حق خالص لله لا يركع لأحد سواه، وعبادة الصلاة لا تكون إلا لله، وهكذا بقية العبادات. فمثلا في العبادات القلبية لا يصح لإنسان أن يعتمد بقلبه أو أن يتوكل على أحد سوى الله، ولذا قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا. فلما قدم المعمول على الله أفاد وجوب حصر التوكل في أن يكون على الله جل وعلا. ومن هنا على الإنسان أن يتعلم مقام العبودية وأن يستعمله في عبودية الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات مراعاة توجه اللوم على العبد فيما قد يؤديه من الأفعال. وفي هذه الآيات أن الشرك من أسباب الخلود في نار جهنم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فأخذ من هذا أن من مات وعنده شرك فإنه يخشى عليه بل يحكم عليه بأنه من أهل النار، وإن كان ذلك لا يحكم به على الأفراد المعينين لأنه لا يدرى ما الذي ختم لهم به. ومن الأمور المتعلقة بهذا أن يحذر الإنسان من أن يقر شيئا من العبادات التي تكون لغير الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلكم الله من الهداة المهتدين، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوالنا جميعا وأن يجعلنا ممن التزم بأوامره واجتنب نواهيه، وأن جعلنا من القائمين بشرعه الداعين إليه، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين وأن يوفقهم لكل خير وأن يدر عليهم في أرزاقهم وأن يبسط لهم في أموالهم وأن يصلح لهم ذراريهم
وأن يجعل عواقبهم في الأمور كلها إلى خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.